شكرا رفيق رئيس. وأنا بودي قبل أن أبدأ هذه الكلمة أن أقول لكما معلومتين في عن أبناء تعز، وأخبركم بأن أول حاصل على الدكتوراه في علم الاقتصاد كان من منطقة تازة، وأول باحث في مجال التنمية والتخلف كان من أبناء تازة، إنه المرحوم الشهيد عبد العزيز بلال رحمه. وسمعت عن أحد كبار رجال الدولة في السنة الماضية وهو يتحدث عن أحد زعماء السياسيين وأحد الاقتصاديين من أبناء تازة الذين تهفتهم المنية خلال السنة الماضية، ويقول في ذكراه الأربعين: لقد كان شامخا شموخ تازة. وقال: لماذا شموخ تازة؟ قال: حسب بعض العلماء التاريخ وحسب بعض العلماء أن المغرب في زمن ما كان مغمورا بالمياه، وأن المنطقة الوحيدة في المغرب التي لم تغمرها هذه المياه هي منطقة تازة، ولذلك سماه كان شامخا شموخ مدينة تازة. اسمحوا لي بعد هذه المقدمة أن أتدخل في الموضوع، والموضوع حسب ما أخبرت به هو أن أي دور للشباب في أو الشباب ورهانات الرهانات الحالية بالمغرب. ففي نظري ما هي هذه الرهانات؟ إنني أعتبر أن المغرب يعيش أو أن المغرب فيه أربع رهانات أساسية بينها علاقة جدلية متبادلة وبينها ترابط جدلي، بحيث أن كل منها يؤثر على الآخر، ويتعلق الأمر باستكمال الوحدة الترابية أولاً، والثانيا الحفاظ على الاستقرار السياسي والسلم المدني، وثالثا تحقيق مستوى متقدم من التنمية، أما رابعا فهو تعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب، بحيث لا يمكن فصل هذه العناصر الأربعة أو هذه الرهانات الأربعة أو هذه الامتيازات الأربعة التي توجد في المغرب. فمثلا إذا أخذنا الاستقرار السياسي والسلم المدني، فلا يمكن تحقيق العمل في على التنمية ولا على استكمال الوحدة الترابية ولا على بناء الدولة الديمقراطية في غياب الاستقرار السياسي أو السلم المدني. وأيضا بالنسبة للتنمية، لا يمكن بناء الديمقراطية بدون أن نواصل المسلسل التنمية أو نعمل في من أجل تحسين التنمية بالمغرب. أيضا الوحدة الترابية، لا يمكن إقرار الديمقراطية ولا حقوق الإنسان ولا التقدم ولا التنمية بدون أن تكون الوحدة الترابية. وأسوق إليكم مجموعة من الأمثلة. في فلسطين مثلا ليست هناك وحدة وطنية، ليست هناك وحدة ترابية، هناك مشكل أي ديمقراطية سنتحدث عنها وأي تنمية سنتحدث عنها في فلسطين. الآن في ليبيا غياب الاستقرار السياسي والسلم المدني، عن أي ديمقراطية سنتحدث وعن أي تنمية سنتحدث وعن أي مؤسسات سنتحدث، إلى غير ذلك في العراق وفي سوريا وهلما من الدول. أيضا في دول فقيرة، في دول جائعة، في دول، عن أي ديمقراطية سنتحدث؟ عن أي استقرار سنتحدث؟ عن أي يعني مؤشرات ومؤسسات سنتحدث؟ فما دور الشباب المغربي في هذه أو ما موقع الشباب المغربي من هذه الرهانات؟ بالنسبة لاستكمال الوحدة الترابية، الشباب المغربي عاش عكس ما قد يعتقد البعض دائما في مقدمة العاملين من أجل الوحدة الترابية، من العاملين من أجل استقلال المغرب، العاملين من أجل الحرية للمغاربة. وهذا تبين خلال الفصول ديال المواجهة في بداية الحماية أو خلال الاستعمار أو خلال الظاهرة البربري أو خلال المرحلة لخروج الاستعمار أو ما بعد الخروج من الاستعمار، من أجل بناء دولة ديمقراطية، دولة تسودها العدالة الاجتماعية، دولة تسودها الحرية، ودولة فيها مستوى معين من الشفافية والتنمية إلى غير ذلك. أيضا
المسيرة الخضراء اللي ساهموا فيها عدد مهم من الشباب. المشاركة ديال الشباب في المحافل الدولية والمحافل الوطنية هي خير دليل على العمل الذي يقوم به الشباب من أجل استكمال الوحدة الترابية. في مجال النشاط السياسي، يمكن أن أقول لكم بأن الذين أنشأوا التنظيمات السياسية في المغرب، الذين أنشأوا الجمعيات في المغرب، الذين أنشأوا النقابات في المغرب هم الشباب، في غالبهم الشباب. أحزاب سياسية المغربية، إذا عدنا إلى تاريخ الأحزاب السياسية المغربية وإلى قادات الأحزاب السياسية المغربية بجميع التلاوين، يمكن أن أقول لكم بأن هذه الأحزاب كان عبارة عن شبيبات حزبية. بمعنى آخر، بأن قيادات الأحزاب السياسية منذ البداية لها، منذ نشأة النواة الأولى في الثلاثينات والأربعينات إلى ذلك، كانت قيادات شابة. وبالتالي لم يكن الحديث آنذاك عن التنظيمات الشبابية ما دامت أن القيادات الشبابية كانت شابة. أيضا النقابات، لإنشاء ديال النقابات ديال الاتحاد المغربي للشغل وما قبلها كانت قيادات شابة. الحجوب الصديق راه في 56 كان مازال شاب. منين تولى الاتحاد المغربي الشغل كان مازال شاب، عليه حتى النهار اللي تولى الامانه العامه للحزب الشيوعي المغربي كما قال الرفيق قبل مني كان مازال شاب، الرفاق اللي كانوا معاه في القياده ديال الحزب الشيوعي المغربي كانوا مازالين شباب، العلال الفاسي في الاربعينات وداك الشيء كان مازال شاب، الى غير ذلك من الزعماء ديال الحركه الوطنيه، المهدي من بركه، محمد يازغي اللي اصبح الان شيخ لانه في البدايه ديالو كان قيادي مازال شاب، الى غير ذلك عزيز بلال النهار اللي كان في القياده ديال الحزب الشيوعي او الاحزاب الاخرى او التقدم بشكل تحرش كان شابا، يعني انه في مسار معين القيادات الحزبيه والنقابيه والجمعويه في المغرب كانت قيادات شبابيه بامتياز. وهذه المؤسسات هذه هي اللي جعلتنا اليوم يمكن كنجتمعوا في هذه القاعه هذه، كنجتمعوا كنتحدثوا يمكن نتضاربوا يمكن نقولوا واحد العدد ديال الامور اللي كان من المستحيل تتقال في عهد مضى الى عهد قريب مثلا في بدايه التسعينات او الى بدايه الثمانينات او الى فتره السبعينات، اما في الستينات وكذا فكان من المستحيل، او في السبعينات كان من المستحيل تقريبا نديروا واحد الاجتماع علني بهذا الشكل هذا ونتناقشوا فيه ونتذكروا فيه كما غيجيو الاخوان ويتحدثوا على الاراء ديالهم. تاريخ الحركه الاحتجاج، الى جينا لتاريخ الحركه الاحتجاج منذ كما قلت بداية الاحتجاج ضد الاستعمار والظهير البربري والمواجهة والمطالبة بالحرية وبالاستقلال للمغرب، كانت القيادات الأساسية لها قيادات شابة. المعارك اللي تقادت في 65 الأحداث ديال 65 أنتجوها الشباب، المعارك اللي تقادت في السبعينات أنتجوها الشباب، 81 أنتجوها الشباب، 90 أنتجوها الشباب، و 2011 آخر المعاقل ديال الحركات الاحتجاجية كانت من إنتاج الشباب. يعني أن دور الشباب في الحركة السياسية وفي الحركة الوطنية وفي جميع الحركة الاجتماعية المغربية كان دائما حاضرا ولا يزال حاضرا، وهو في القلب ديال الأحداث. الشباب دائما في القلب ديال الأحداث، لأن الشباب عندهم واحد الطاقة كبيرة على التضحية، الشباب عندهم واحد الإمكانيات ديال التعاطي مع الأمور بإيجابية وبإخلاص أكثر. وهذا الشيء هذه الحركة الاحتجاجية اللي عاشها المغرب عبر التاريخ ديالو، هذه التنظيمات السياسية اللي عاشها المغرب، هذه التدافعات اللي كانت في مرحلة معينة أنه ما يمكنش نديرو تجمع بهذا الشكل هذا، ما يمكنش يكون الحديث في السياسة بواضحة النظر، في النهار كانت تمنع الجرائد، كانت لأسباب بسيطة، يمكن أنه حنا غير حنا في المرحلة ديال التلاميذ ديالنا أو البعض اللي سبقونا كان من المحرم عليه باش يقرا جورنال، وخصوصا بعد الجرائد كان ممنوع، الى جدو عندك كيعطوك سليخه عليها في المؤسسه التعليميه في الشارع الى غير ذلك، الى شريتيها ولا لا جدو كتقراها كيعطوك عليها سليخه، وسير شريهم كاع منين دابا شكون يديها فيك، سير تكلم دابا كما بغيت شكون يديها فيك. هذا الشيء ما كانش فيه، ولكن هذا التدافع، هذا العمل اللي داروه الناس اللي من قبل منا، وهذه التراكمات اللي حصلت هي اللي جعلت ان المغرب الان
الناس كتحدث فيه عبر الصحافة وكثرة الصحافة، وكيمكن دير التجمع وكيمكن دير الوقفة الاحتجاجية، كان حلم أن تقع الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان إلى حدود بداية التسعينات. تعرفون من أول من احتج أمام البرلمان في التسعينات؟ الذين أقاموا أول الاحتجاجات هم الشباب، هم المعطلون، هم الخريجون ديال الحركات النضالية اللي كانت في الجامعة ديال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والفصائل السياسية اللي كانت آنذاك، هم الذين أقاموا أول الاحتجاجات أمام البرلمان في المغرب. كان حلم أنك تدير اعتصام قدام البرلمان أو قدام وزارة أو قدام العمالة أو قدام البلدية، كان صعيب. الآن ولا هذا الشيء ممكن بفضل ماذا؟ بفضل توسوع ديال المجال ديال الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتضحيات ديال من مجاش هذا الشيء فابو. هذا الشيء راه الناس خلصوا عليه الضريبة، خلصوا عليه سنوات السجون والاعتقال والطقم العمل والتضييق والحرمان من المناصب وإلى غير ذلك من الامتيازات إلى غير ذلك. والشباب كان حاضر دائما في هذه المعارك هذه. بالنسبة للتنمية، بالنسبة للتنمية الشباب يعتبر المحرك الأساسي، المحرك الأساسي للعملية ديال التنمية، سواء كمساهم في الإنتاج، كمساهم في التنفيذ وفي التخطيط، أو كمجال الاستثمار، مجال الاستثمار في الشباب عبر التعليم والتربية والتكوين باش يمكن نحسنوا من المردودية ويمكن نحسنوا من المستوى ديال التنمية ديال بلادنا. كما قلت بأن هذا المسار، المسارات كلها خصوصا المسار ديال العملية السياسية، المساهمة في العملية السياسية، لأن العملية السياسية عمليات مش عملية واحدة، وكتبدأ من الانتماء للحزب السياسي ومن التقييد في اللوائح الانتخابية ومن الترشيح ومن التصويت إلى غير ذلك من العمليات السياسية المختلفة والمرتبطة بها. والعملية هذه عمليتين ليست عمليات يعني الناس يقوموا بها عبثا، لأنه ما يمكنش تكون عندنا ديمقراطية في هذه البلاد بلا ما تكون عندنا مؤسسات حزبية، بلا ما تكون عندنا مؤسسات نقابية، بلا ما تكون عندنا مؤسسات جمعوية، وما يمكنش تكون عندنا الديمقراطية في هذه البلاد بلا ما يكون عندنا التباري، بلا ما يكون عندنا الانتخابات. وبالتالي عندنا جوج الخيارات، يا إما نديروا الانتخابات ونديروا المؤسسات الحزبية، وإلا نديروا مؤسسات بحال المؤتمر الشعبي ديال القذافي والفارقة والصرخة إلى غير ذلك. ما عندناش خيار، ما عندناش خيار واحد آخر. والتغيير يأتي يا إما عبر المؤسسات، يعني المؤسسات المنتخبة عبر الانتخابات وعبر الصناديق وعبر كذا، أو عبر الضغط الاجتماعي المنظم والمسؤول، لأن التغيير لا يأتي بالفوضى. وفي هذه العمليات السياسية وفي هذا العمل الحزبي، العمل الحزبي راه ماشي سهل، والطريق غير مفروشة بالورود، بل أن العمل الحزبي هو واحد العمل ديال تطوعي وعمل اللي خصو المتابعة وخصو الصراع، راه داخل الحزب داخل الجمعية داخل النقابة ما غاديش يقول لك زيد تفضل، راه كل ما كان العطاء ديالك أكثر وكل ما كان الضغط ديالك أكثر وكل ما كان العمل ديالك أكثر غيكون بالتالي راه غتفتح قدامك البيبان. ولكن ما تعولش انه غيجي يقول لك تفضل زيد، راك انت هو شاب زوين مازال صغير كذا الى غير ذلك، وراك تبوء المناصب وتبوء المكانه اللي يمكن تبوءها في الشباب، تبوءها في التنظيمات السياسيه. ايضا ان هذا العمل هذا اللي باش ما نطولش فيكم، اخر محطات مهمه ومفصليه في التاريخ ديال المغرب، وهي سنة 2011، وهذه السنة ينبغي قراءة ما وقع فيها في أعماقها قراءة جيدة، لأن القراءة ديالها ممكن تعطينا دروس كثيرة باش نتجنبوا واحد العدد ديال الأمور وواحد العدد ديال 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 المسائل في المستقبل. لأن في هذا 2011 وقعت واحد العدد ديال الأحداث واحد العدد ديال الوقائع، لأن هي جد 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 مهمة.
واللي كان عندنا المشهد السياسي انا اقولها وتحمل فيها المسؤوليه ان كان في فتره معينه المشهد السياسي يتجه نحو الحزب الواحد. قل لي صراحه ان واحد فتره معينه ولينا احنا كسياسيين او كعاملين كناشطين في الحقل السياسي نلاحظ بان المغرب يتجه نحو منطق الحزب الواحد. حزب واحد باغي يسرد جميع الاحزاب، جميع المكونات، جميع كوش على كل شيء، الى غير ذلك ما يبقى الا هذا الحزب هذا الذي يصول ويجول في المجتمع بطرق شتى وبطرق كذا. ولكن كان يعني جات 2011 التي انقذت الموقف. وانقذت الموقف، وان الشباب في 2011 لعب دورا اساسيا. واللي جات واحد العدد ديال المكتسبات سواء على المستوى الاجتماعي، راه الملفات اللي تحللوا سنه 2011 ما عمرهم في التاريخ ديال المغرب تحللوا، والملفات اللي ما كانش كيحلموا المغاربه شي وحدين يتحلوا تحلوا في 2011. راه واحد العدد المكتسبات اللي دارت في الدستور ديال 2011 لاول مره في التاريخ ديال المغرب كيكون نقاش واسع مع جميع الفئات ومع جميع الفعاليات بدون استثناء حول الدستور كان سنة 2011، ما سبقش شي حدث شي نقاش كان مماثل حول الدستور معين في الدساتير السابقة أو في واقعة من الوقائع السياسية اللي عرفها المغرب مثل ما عرفه النقاش الذي كان سنة 2011. أيضا اليوم يمكن نقول بأنه بعض الشباب اللي جاوا اليوم يقولوا بأنه راه سن التصويت هبط ل 18 سنة وسن الترشيح هبط. راه واحد الوقت راه نضال مرير باش انه يهبط هاد السن. علاش ما كانوش واحد الوقت باغيين يهبطوا السن ديال التصويت والسن ديال الترشيح؟ علاش نضال؟ لان الجامعات المغربيه، لان المؤسسات الثانويه في المغرب، لان الشباب المغربي كان كله او جله حتى أظل في النسبية يهتف نحو اليسار، وبالتالي حتى لا يميل هذا التيار الجارف نحو اليسار فكان سن الترشيح هو 25 سنة وسن التصويت هو 23 سنة للحد من العام. ولكن بعد النضالات المستمرة اللي عرفتها واللي قاموا بها الأحزاب السياسية، المنظمات الشبابية، الجمعيات إلى غير ذلك، تم تخفيض ديال سن الترشيح. اليوم انه كيتم اقرار مكسب جديد بالنسبه للشباب، بعد 2011 عطات مكسب جديد للشباب، يمكن نتناقشوا فيه نختلفوا حوله، ولكن مكسب جديد للشباب هو ولوج مجموعه او الكوطا ديال الشباب في مجلس النواب. كاين تسليط الضوء على الشباب في جميع، لان الشباب كان مقبور، كان الشباب هو علقوا الورق الانتخابات وزعوه كذا كذا، ولكن في 2011 تم تسليط الضوء على الشباب بواحد الشكل لانه هو كبير بزاف. من بين المكتسبات الاساسيه وهو تخصيص او المكانه الخاصه التي اعطيت للشباب المغربي من خلال الفصل 33 من الدستور. وختاما حتى لا اطيل، بانه لا تنتظروا بان يصبح الشباب المغربي كله في الاحزاب السياسيه لنقول بانه يعني الان الشباب متسييس او الشباب غير عازف، بل العمليه دائما يعني نحن محتاجين هذا حاله مثاليه لان باش نوصلوا جميع الشباب المغربي يكونوا في الاحزاب والتنظيمات الى غير ذلك، هذا شيء مثالي وشيء جميل، ولكن دائما العمل ينبغي ان ينطلق مهما كان العدد، والمؤسسات ستسير مهما كان العدد ومهما كان من فيها، وبالتالي المشاركه ديال الشباب لها تاثير اساسي على المجريات ديال العمليات السياسيه، لها تاثير اساسي. كم من قرى كم من مدن تحولت يعني وقع فيها واحد التغير كبير الفضل ديال الولوج ديال الشباب للمؤسسات المنتخبه، البلديات، الجماعات القرويه، الهيئات المنتخبه، واحد العدد ديال المناطق اللي تنفست الصعداء بفضل ولوج ديال الشباب
المؤسسات بالفضل ديال العمل ديال الشباب. وهذه المناسبة أدعو الجميع بأن يكثف الجهود ديالو ويعبأ أكثر ما يمكن من طاقات باش أن الشباب المغربي يهتم أكثر بالعمل السياسي، يهتم أكثر بالمؤسسات، يهتم أكثر بالعمليات السياسية. وشكراً.